أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. من تمام العدل أن الله عز وجل خلق للكافرين وللفاجرين وللمنافقين نارا يعذبهم بها يوم القيامة، وإلا لاستوى المؤمن مع الكافر والصالح مع الفاجر. إذا جاء الكافر عند الله عز وجل يوم القيامة وعلم أنه لا مناص وعرضت عليه أعماله وحوسب حسابا عسيرا وأوتي كتابه بشماله، هنا يوقن الكافر بالعطب وبالهلاك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يا ليت موتتي في الدنيا كانت نهايتي. يتمنى يوم القيامة أن لو صار ترابا مثل الحيوانات بعد أن تقتص من بعضها البعض تصير ترابا، يتمنى أن لو كان مثلها. فجأة والناس في المحشر في عرصات المحشر قد وقفوا آلاف السنين يرون من بعيد بل ويسمعون صوت، أي صوت هذا؟ إنها جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا، يتطاير منها الشرر، الشرارة الواحدة بحجم قصر من القصور. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. لها زفير وشهيق، لها صوت نفس والعياذ بالله، من بعيد تنادي من وكل بها وتنادي من ستحرقه فيها. إذا رآها الناس من بعيد يرون جهنم جثت الأمم على الركب كلهم، حتى الأنبياء حتى الصالحون حتى المؤمنون يرون جهنم، الناس كلها ترى النار تجرها الملائكة، فيجثو الناس على الركب يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. يا الله، كل البشر يتذكرون إذا رأوا جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. شفتوها؟ شفتوا العذاب اللي الله أخبركم فيه؟ الآن تجر، الآن تسحب سحبا، الآن ليراها الناس. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. علموا، تأكدوا أنهم سيقعون فيها. يتذكر الإنسان في تلك اللحظة كل شيء، يتذكر يوم أن شرب الخمر، يتذكر لما عاشرها بالحرام، يتذكر أموال الربا التي أكلها، يتذكر ظلمه للبشر، يتذكر سبه وشتمه، يتذكر ما فعلت عيناه، ما صنعت يداه، ما بطشت به، أين مشت قدماه، كله يتذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أما الكفار، أما المشركون، فإنهم يربطون بالسلاسل ثم يجرون على وجوههم إلى أين؟ إلى جهنم.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران يوضع على أجسامهم نحاس منصهر تغطى بها أجسامهم ثم يسحبون على وجوههم زمرة مجموعات إلى أين؟ إلى جهنم على وجهه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يساقون زمرا وسيق الذين كفروا إلى رب إلى جهنم زمرا جماعات تلو جماعات يصلون إلى أبواب جهنم لها سبعة أبواب كل باب له جزء مقسوم تستقبلهم من؟ ملائكة الله عز وجل خزنة النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يسألون الكفار يسألون الفجار ألم يأتكم رسل منكم ما جاءتكم رسل ما عندكم عقل